خوتي خواتاتي، السلام عليكم. هانيه، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وبعد الفيديو كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ديما والهنا والصحه ان شاء الله يا ربي. المهم، هذه الكيكه ديال لاسانا، بنتي صغيره هي اللي صايبتها، وغادي نخليكم ان شاء الله باذن الله معاها، غاد صايبها قدامكم ان شاء الله باذن الله. وهي كتبات فيها: سنه سعيده، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله كنتمنى تكونوا بخير كل عام ان شاء الله يا ربي، تكونوا بخير والسعاده والهنا ان شاء الله يا ربي. يلا نخليكم مع المقادير، غادي نوريكم المقادير ومن بعد ندوز لكم بنتي هي اللي غادي تصايب هذه الكيكه. المهم ما تمشوش بعيد، بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير هذه الكيكه اللي هي غزاله بزاف، وبنتي صغيره بزاف، راه صغيره بزاف، غير ما شاء الله ما شاء الله عليها حدقه. وكنتمنى ان شاء الله بنات كاملين يكونوا حدقين، يعرفوا يديروا الشغلات ديال الدار. يلا خليكم معايا، وكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي ينال اعجاب ديال الجميع. ما بغيتش نوسخ الموان بزاف، داكشي علاش ملي غادي ندير هاد السنيده غادي نعبر جوج ديال الزيت وجوج ديال الحليب، وعندي 6 ديال البيضات. هاد البيضات ديال الدجاجه، داكشي علاش صغيورين شويه. ممكن الا عندكم البيض كبير ديروا غير 4 ديال البيضات ولا 5 ديال البيضات. راني درت دابا 6، غادي ندير 6، وغادي ندير واحد المعلقه ديال الخل، هذا ديال التفاح، ولكن يا خل عندكم ماشي مشكل ديروه. وبالنسبه للدقيق على حساب الخليط، من بعد غادي تشوفوا القوام ديالو. يلا نخليكم مع بنتي الصغيره ديالي، ربي يخليها ليا ويخلي لكم حتى نتوما ولادكم ان شاء الله يا ربي. ماما ورات لكم المقادير، ودابا غنبدا مع 6 البيضات. هرسيهم على البوطاجي. ثانية، دابا هرست البيض، ودابا غنمشي لتاني مكون، هو جوج كيسان تاع سنيدة. دابا غنخلط داكشي كامل باش تدوب ليا سنيدة. دابا خلطت المكونات، دابا غندير الزيت ديالي، وماشي انا غندير جوج حيت غندير الزيت. الا كنتو غديروا الحليب ديروا جوج كيسان تاع، ماشي غديروا جوج كيسان تاع الزيت. والا ما غديروش الحليب خاصكم، الا ما غديروش الحليب ديروا غير واحد الكاس تاع الزيت. جوج كيسان، ها هو واحد، غادي ندير واحد اخر. انا ما بغيتش كما قلت لكم نعمر بزاف ديال سميتو، نوسخ بزاف ديال المواعن، داكشي علاش غادي ندير غير بكاس واحد. ها انتما كتشوفوا جوج كيسان، ما عامرينش بزاف ديال الزيت. الا كنتو غادي ديروا الحليب كما قالت بنتي ديروا جوج كيسان، ما كنتوش غادي ديروا الحليب ديروا غير كاس واحد، حيت ما كتبغيش الكيكه ملي ما كيكونش الحليب ما كتبغيش بزاف ديال الزيت. ولكن ملي غادي ديروا الحليب ماشي مشكل. دابا غادي نخليها تخلط هذا الشيء كامل، ونضيفوا الحليب مع الخل، معلقه ديال الخل، اي خل عندكم ماشي مشكل. ها انتما نفس الكاس اللي درت فيه الزيت، اللي عبرت فيه الزيت، غادي نعبروا فيه حتى الحليب. غنديروا الكاس الاول، غنديروه دابا الكاس الاخر، حتى نديروا شويه ديال الدقيق، حيت الا درناهم في الاول كاملين غادي تكور لينا الدقيق وسط الكيكه. غادي نديروا هادشي، ومن بعد نخليه حتى من بعد نضيفوا شويه ديال سميتو ديال الدقيق، وعاد غادي نزيد الكاس الاخر ديال الحليب. احنا درناه في الكاس بحال معلقه تقريبا، هذاك الخل، معلقه ديال الخل.
دابا الكيكه هي تخلطات مزيان، ودابا غادي نضيف شويه ديال الدقيق، وغادي نضيف الخميره ديال الحلوه مع الدقيق. دابا غنضيف هذاك هاد الدقيق مع الخميره ديال الحلوه، مع الخميره نتاع الحلوه. وما تنساوش حتى واحد قرصه ديال الملحه، المهم هي حاجه درتها كندير عليها قرصه ديال الملحه. طبعا ندير الخمارات، جوج خمارات. دابا ضفنا الدقيق مع الخميره، ودابا ولا الخليط تقيل كيف ما كتشوفوا في الفيديو. دابا غنضيف الكاس الحليب اللي بقى. الا درنا جوج كيسان ديال الحليب في مره واحده، ملي كنديروا الدقيق كيتكول، داكشي علاش كنخلي الكاس الاخر حتى من بعد ملي غنضيفوا شويه ديال الدقيق، تما عاد كندير الكاس اخر باش ما يتكورش لينا الدقيق ديالنا. وصافي، ومن بعد غادي نزيدوا الدقيق حتى نحصل على الخليط اللي بغينا، ما يكونش جالي ما يكونش عاوتاني ثقيل بزاف. وصافي، كنديروها في الفرن باش طيب. مازال غادي نزيد شويه ديال الدقيق. دابا ها هي، نوريكم بعدا القوام ديالها، هانتوما كتشوفوا ديال الحليب خاصها تكون شويه ما تكونش ثقيله بزاف، حيت الا كانت ثقيله ما كتجيش زوينه، خاصها تكون شويه مرخوفه بحال هكا، وكتجي هشيشه وخفيفه كتجي زوينه بزاف. وبالنسبه للقاب اللي عندي ها هو، انا كان كيعجبوني هادو اللي كيفتحوا، ومن بعد كنفتحوهم كنخلي الكيكه في هذا التفصيل. دابا غادي نديروها في الفران، وغادي نقصوا العافيه الفران، عندي الفران ديال الكايز غادي نقصوا عليه مزيان، وغنخليها طيب ونتلاقاو مع الكليمه. وبالنسبه للكليمه يا البنات، انا اللي غادي نديرها. دابا درت دابا الحليب وكريمة الشونطة درتهم في المجمد، دابا هما كيبردوا، وغادي ندوز دابا غادي ندير ديال الشكرات وديال الشونتي بيضاء، غادي نخليها حتى من بعد حتى تكون باردة شوية، لحقاش الا ما كانش الحليب بارد والكليمة باردة ما كتبغيش تطلع. دابا غادي ندير هذه اللي غادي نطيبها ديال الشكرات. كندير جوج كيسان ديال الحليب، ندير جوج كيسان ديال الحليب، المعلقه ديال النشا او المعلقه ديال لافورس، اي حاجه عندكم ماشي مشكل، الا ما عندكمش النشا ديروا لافورس. وما غاديش ندير سنيده حيت مازال غادي ندير الشكرات، والشكرات لكم عارفين الشكرات حلوه بزاف. دابا غادي ندير الحليب، وغادي ندير واحد الطرف ديال الزبده من بعد في الكاسله هنا ملي غادي نديرها فوق العافيه. بسم الله، ندير جوج كيسان ديال الحليب، بغيتو تنسموها بشي حاجه نسموها ماشي مشكل، المهم غادي ندير الدقيق ديالي او النشا، غنخلطهم مزيان، ومن بعد غادي نصفيهم في الصفايه باش ما يبقاوش الكواري ديال الدقيق. بسم الله، غنخلط مزيان 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 حتى نقول ما بقاوش الكواري ديال الدقيق، ولكن من بعد غادي نصفيه، نصفي الخليط ديالي بالصفاية أو الغبال. وبالنسبة للشكلاط غادي نخليها حتى لخر، المهم تبعوا معايا غادي تشوفوا الطريقة. صافي، غنخلطها مزيان ومن بعد غادي نصفيها. دابا غادي نصفي الخليط ديالي باش نتأكد بلي ما بقاوش الكواري ديال الدقيق. هانتوما كتشوفو،
دابا غادي نديروها فوق النار. وغادي نبقى نحركوها ونبقى نحركوها مزيان. المهم غادي شي نحيدي دي فوق منها، غادي نبقى نحركوها مزيان حتى داك الطيب. تبعوا معايا وغادي تشوفوا الطريقه. دابا غادي نضيف واحد شويه ديال الزبده، واحد الطرف ديال الزبده. الزبده كتعطيها واحد البريول الكريمه، كتجي كتبري كتجي غزاله. المهم غادي نستمر بحال هكا حتى تطبخ لينا الكريمه ديالنا. نعرفوها باللي طابت، ومن بعد نديرو وسط منها الشكلاط. المهم الشكلاط كنخليوها حتى الاخر. هي بدات دابا كتطبخ، غادي نخليها واحد شويه وغادي نطفي عليها ان شاء الله. الكريمه ديالنا هي وجدات. دابا غادي نديرو الشكلاط. بسم الله، وغنبقى نضيف الشكلاط حتى نحصل على اللون اللي بغيت يكون غامق ولا مفتوح. المهم اللون اللي بغيتو انا. هاد الكريمه كتجي غزاله بزاف. هي الكريمه ديالي كي كتجي غزاله بزاف. وغادي نغطيها دابا في البلاستيك غذائي، وغادي نغطيها بالغطايه ديالها، وغنخليوها حتى نبغي نزوق الكيكه ديالي. وبالنسبه للكيكه غادي ندير ليها الكريمه ديال الكريمه بيضاء ديال الشونتي، وغادي نزوق بهذه. غادي نكتب بهذه سنه سعيده كل عام وانتم بخير ان شاء الله باذن الله. يلا بقاو معايا، مازال غادي ندير الكريمه ديال الشونتي.